عاد انا متخيل الشباب اللي مروحين من الدوام هسه بالسيارات، ريقهم ناشف، متأملين على الله يعني يصرع البيت، بس بده يرمي جنبه ينام له شوي. الخوات اليوم مشغولات بالقطايف، مشغولات بالافطار، وعلى اليوم يعجب. يعني انت بلشانة بافطار وعلى اليوم يعجب يا اخي، قول شكرا. يعني يا ريتي والله والله يا اخوان، انه الزوجه او الام بتتعب بالافطار، بتتعب باعداد الافطار، فابسطها الله يسلم ايديكي، ابسطها الله يسلم ايديكي. حلو يكون في ابتسامه، حلو يكون في شكرا، حلو يكون في هديه، حلو يكون فيها ضحكه، فيها شويه مديح، هذا كله بيزيل التعب عن الام او عن الزوج اللي طبخت. فالله يسلمهن ويقويهن يا رب، وخاصة ما يكون في عزايم. عاد احنا نسواننا ما شاء الله عليهم وقت العزايم ببدعن، وبصير يعني مش عزومة أكل وشرب وبس، لا بصير عبارة عن حفلة، والترتيب والسمبوسك والسلطة والتبول والشورب وقصة، يعني بيعملوا الله يسلم ايديهم يا رب، ربنا يأجرهم. ومن فطر صائما فله مثل أجره. فكل أم في البيت، كل زوجة في البيت بتفطر هاي الأمة اللي عندك، يعني إن شاء الله أجرهم كلهم إلك. لكن كمان بدنا الزوج أو الأب يقول الله يسلم إيديك. يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله جميعا. الصوم لي وأنا أجزي به، كلام الله تبارك وتعالى. كل العبادات الملائكة تعرف أجرتها إلا الصيام، هذا بينك وبين الله عز وجل. فهنيئا لكم يا من عبدتم الله معرفة ما عرف حقيقتها إلا الله، ولا عرف حسناتها إلا الله، ولا عرف رتبتها إلا الله عز وجل. هنيئا لكل صائم وكل الله أجر صيامه إلى ذاته، ولم يجعله إلى أحد من خلقه ولو كان ملائكة. هنيئا لأولئك الصائمين الذين منعهم الصيام من طعامهم وشرابهم رغم حاجتهم، لا لشيء إلا لأمر الله ولكلام الله عز وجل. يا سلام، يعني أنت اليوم عايش فرحة، أنت الآن عايش فرحة لأنك تمتثل أمر الله تبارك وتعالى، لا لفقر ولا لحاجة ولا لمرض، ولكن لأن الله تبارك وتعالى أمرك فأتمرت، ونهاك أن تأكل وتشرب فانتهيت. فأنت في ضيافة الله، وأنت في معية الله، وأنت في حوزة الله، وأنت في عبادة الله، وأنت في طاعة الله، وأنت في القرب مع الله، حتى أنك كنت عند الله خير من الملائكة، لأن الملائكة لا تأكل ولا تشرب لطبيعتها، وأنت لم تأكل ولم تشرب رغم دواعي الطبيعة الداعية إلى طعامك وشرابك، ولكنك امتنعت عن ذلك كله امتثالا لأمر الله. فمن أقرب منك إلى الله؟ ولذلك أنت محل المباهاة، أنت محل المباهاة من الله، والمباهاة إلا تكون إلا بما لا يملكه الآخرون. المباهاة لا تكون إلا بما لا يملكه الآخرون، تتباهى. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف قال: إن الله يتباهى بكم أمام الملائكة، يتباهى بكم، يتفاخر تبارك وتعالى. والله عز وجل يعني أوصافه غير أوصافنا، ولكن يقرب لنا الصورة بأنه يتفاخر بك أمام الملائكة. فيا من كنت محل فخر الله أمام ملائكته، ويا من كنت محل تباهي الله أمام خلقه من الملائكة النور، لا تنس نصيبك من الدعاء عند لحظة الإفطار، لا تنس نصيبك، لا تنس نصيبك ولا أمتك عند لحظة لا يرد فيها داع وتستجاب فيها الدعوة. فإحنا كلنا عاوزينها، إحنا كلنا عاوزينها. حققت الرجولة بصومك، فإن الصوم رجولة وإن الفطرة طفولة، إلا من كان عند الله معذورا فالله أعلم بعذره. غلبت فيك الإنسانية على البهيمية، فالبهيمية داعية إلى الطعام والشراب، والحيوانية داعية إلى الطعام والشراب، والإنسانية داعية إلى امتثال أمر الله.
فغلبت إنسانيتك نوازع البهيمية في دواخلك، فهنيئا لك. وغيرك نسأل الله العفو والعافية، رغم طول في جسده وعرض في أكتافه وكثرة في ماله وعلو في منصبه، إلا أن لقمة أذلته فكان وراءها يلهث كما يلهث الحيوان خلف عظمته. هذا اللي حصل. غيرك على سيجارة أذلته، سيجارته ألذته. غيرك فنجان قهوة أذله. فلا تنظرن إلى علو في منصبه ولا علاوة في رتبته، ولكن انظر إلى سوء في فعلته، فقد سابق الأطفال في إفطاره، وقد دان البهيمية بفعلته. وانت الله حفظك، فكم من رجل في طفولة، وكم من طفولة متمثلة في رجل. ولذلك الله شو قال؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. لما يصير يحكي ويعطي تصريحات يقولوا أبا يا بخوف، تصريحاته بتخوف. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. أسكتوا، فلان دي يحكي يا لطيف، لما بيحكي دي يصرح، دي يعطي تصريح الآن، دي يتكلم. أيوة، لأنه يتكلم بأمر العامة، ويتكلم بأمر يتكلم بشأن عام. وإن يقولوا تسمع لقولهم. لكن الله وصفهم أنهم خشب مسندة، تماثيل جوفاء وطبل أبله، يزعج السامعين صوته ويخيف القلوب منظره، ولكنه في حقيقة أمره تافه أجوف لا قيمة له. السبب ومن أعرض عن ذكره. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن صاموا إيمانا واحتسابا، أي ثقة واعتمادا على الله عز وجل. وإحنا متواصلين معك وعلى 569-33-77، 569-33-77 هو هاتفنا. فالله يحييكم جميعا. نبدأ باستقبال الاتصالات، وأرجو من إخواني وخواتي اللي بيتصلوا أن يدخل في الموضوع مباشرة، لأن في فرق بالصوت بيني وبينكم. يا مرحبا. ألو. ألو، السلام عليكم شيخ. بدي أسألك بالنسبة لغسيل الكلى، هل هو بفصل ولا لا؟ السلام ورحمة الله. نعم، الغسيل بالكلى بحد ذاته لا، ما بيفطر، لأنه هذا عبارة عن تكرار للدم. ولكن إذا كان الذي يغسل الكلى لا يستطيع أن يصوم فليفطر، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وبالمستقبل إذا بيقدر يصوم بالمستقبل، أو في أمل يصوم بالمستقبل، بيعود يقضي. وأما إذا كان ما في أمل فبنطلع عن كل يوم دينار. ربي شافي وعافي الجميع، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي وعافي كل مريض، اللهم آمين. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم دكتور. أنا طالبة من الله. من السلام ورحمة الله. ثم منك. عليكم السلام ورحمة الله. والله أنا دكتور مكتور. الله يحييك يا أختي، يا مرحبا. خلي تلفونك عنا وشو بيطلع بيدنا نساعدك، إحنا جاهزين. يا مرحبا. شيخي ربي يكرمك، هل صلاة القضاء الفائتة تترقى في أجرها في شهر رمضان، وهل تحتسب صلاة القضاء وصلاة السنة في نفس الوقت؟ نعم، صلوات كلها تترقى الصلوات في قيمتها في أجرها. وبدل ما أصلي سنن زي التراويح بصير أصلي قضاء فائت، فبيكون حصل لي قيام الليل وبيكون بنفسه حصل لي قضاء. معنا اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سيدي بدي أسلم عليك أنا بس وأشكرك على البرنامج. أنا معك روحة أبو أحمد. تفضل يا سيدي، يا مرحبا، حياك الله. كيف حالك يا سيدي؟ وأشكرك على البرنامج وطيب الله الأنفاس. بس هذا اللي بدي يا سيدي. بخير، الله يرضى عليك ويسلمك ويبارك فيك، ربي يبارك لك ويسلمك.
ويجزيك عني كل خير. لا تنسى أنا من صالح الدعاء بظاهر الغيب. يا مرحبا فيك، يا مرحبا فيك. نأخذ كمان اتصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، في يعني بعض الرائدات بيحكوا انه تفضلي يا اختي لما حدا يتسلط عليكي او انه يعني يعصب عليكي كزوج كاخ كعيله يعصب عليكي او يهينك او انه هو انه انت من ذنوبك، يعني يتسلط عليكي ناس يؤذوكي فانت لازم تستغفري. فهل انه يعني العيب فيه يعني لما يكون في شخص هو بلكي انه هو عصبي بلكي انه هو ما عنده اخلاق بلكي انه هو، طب يعني هل انه العيب فيه يعني لازم انا استغفر؟ طب استغفرت بس هو احيانا بيكون هو انسان يعني عنده ضعف دين عنده، يعني لازم انا استغفر بكل الحالات لما شخص يهيني لما شخص يسيء لي؟ ما انا قاعده بحالي بستغفر بس هو بيجي بيهيني انه هو شخص هيك يعني مستفز. فما بعرف يعني شو راي حضرتك. يعني احنا كل ما ناكل كتله معناته احنا عاملين ذنب فالله بيعاقبنا؟ مش كلام، مش كلام، هذا مش كلام. في فرق بين عقوبه الافراد وعقوبه الامم. الامم اذا سلط الله عليها عدوها فذلك بسبب بعدها وسخط الله عليها. اين الامه لما تتبهدل ولما الرقيع يحكمها ويرسمها ويظلمها وكذا، هذا بتكون بسبب ذنوبها. أما الأفراد يا أختي، الأفراد الموضع مختلف. الأفراد في منا ظالمين في منا مظلومين. أما نقول كل واحد أسيء له معناته هو كائن ظالم أو كائن هو مسيء وبعدين ربنا بيعاقبه، لا مش بهاي الطريقة. لا معنى اتصال. كالو. ألو. يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدي. كل عام بخير. ألو. تبي خير إن شاء الله بالصحة والسلامة. يا مرحبا. رمضان كريم وكل عام بخير. ألو. تبي خير. يا مرحبا. دكتور. تفضل يا أشرف. ألو. ألو. أشرف سامعك، تفضل يا حبيبي احكي. الله يحييك. طيب خلي تلفون أشرف معاك وشباب وشوفوا إيش موضوع أشرف وتمرروا تلفونه. الله يرضى عليكم جميعا إن شاء الله. في معنى اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. في معك كمان اتصال. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور، سلامتك بخير. حياك الله يا أخي، يا مرحبا. تفضل يا سيدي احكي. دكتور بدي أسأل أنا على موضوع الصدقة الجارية. شو أشكال الصدقة الجارية؟ وهل أنا مثلا يعني والدي أو جدي متوفي بقدر أطلع عنه صدقة جارية؟ وشو أنواع الصدقة الجارية ممكن أطلعها؟ الصدقة الجارية هي كل صدقة تدوم، كل صدقة لا يعني لما أطعم واحد وجبة عشاء أو وجبة إفطار هاي صدقة بس مش جارية لأنها بتنتهي بوقتها. الصدقة الجارية لما أجيب كولر مي أحطه في مسجد هاي اسمها جارية. فالصدقة نوعين، في صدقة منتهية مثل وجبة طعام مثل لبسة هاي بتنتهي، وفي صدقة جارية يعني تدوم وتدوم مثل ما أحط كولر مي، مثل ما إني مثلا أحفر بير، مثل ما إني أطبع كتاب علم ودوم، هذا اسمه صدقة جارية. ف
فأنت اختار عاد، وعن جدك بيجوز، وعن أي ميت من أموات من أمواتنا يجوز إنك تعمل صدقة جارية، وأنت بتختار بدك كولر مي بدك. أنا بحكي من جملة الصدقة الجارية التكفل برسوم طالب شريعة، أقول له خلاص كل دراستك علي، هاي كلها صدقات جارية. صدق سجاد في مسجد، هاي إن شاء الله صدقة جارية، ربنا يقدرنا على كل خير. هيك فاصل وراجعين، حياكم الله. يا مرحبا. يا مرحبا، حياكم الله جميعا في إذاعة يقين وبرنامج همة كمي بتعاون مع شاشة عمان تي في، وبشكر كل إخواني وخواتي الداعمين لإذاعة يقين من خلال إعلاناتهم على أثير إذاعة يقين، وأيضا بشكر كل إخواني وخواتي الداعمين لهذا البرنامج عبر شاشة عمان تي في، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، لأنه هاي الإعلانات اللي بتشوفوها هي عبارة عن دعم لإذاعة يقين، وأيضا دعم لشاشة عمان تي في لهذا البرنامج خلال شهر رمضان، فنسأل الله عز وجل أن يجعلهم جميعا شركاء في الأجر. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم دكتور. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام أنت بخير، تقبل الله طاعاتكم. دكتور ممكن سؤال؟ إن شاء الله يا مرحبا. هلا إحنا بنصلي بالجامع وبنخلص التشهد الصلاة الإبراهيمية قبل الإمام، فشو ممكن الدعاء ندعيه حتى يسلم الإمام؟ والدعاء بالركوع بعد بنقول سبحان ربي العظيم. أي شو دعاء ممكن ندعي بخطر كمان في بالك؟ أي دعاء بخطر في بالك بالمغفرة بالرزق بالنجاة من النار بإصلاح أحوال أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كل ما يخطر في بالك من الدعاء من بعد إنك حميد مجيد إلى أن الإمام يسلم، مدام أنا في صلاة جماعة بظل أدعي أستغفر لي ولوالدي لأصحاب الحقوق علي، أي دعاء بخطر في بالك إلى أن يسلم الإمام وبسلم معه. بينما إذا كنت بصلي لحالي بعد إنك حميد مجيد محق لي أدعي لحد أربع جمل وأسلم، تمام. وكذلك في الركوع، إذا كان الإمام بيطول في الركوع، إذا كان الإمام بيطول في الركوع فبعد التسبيحات بدعي بما شئت، وربنا يتقبل من الجميع إن شاء الله. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. يا مرحبا، حياك الله. السلام ورحمة الله. خير دكتور، أشرف العزام من عزدون. الله يحييك يا أشرف، يا مرحبا. أحب أسلم عليك يا دكتور. معروف، يا مرحبا، الله يحييك. الله يرضى عليك ويسلمك. الله يسلمك ويرضى عليك، والله دكتور داعي لك، والله دكتور قصد الله وقصدك، والله ربي يبارك لك ويسلمك يعني ويشافيك ويعافيك، تؤمر أمر أنت. بأيام الوقفة وبرمضان الواحد والله ما هو عارف شو منين من وين يبدأ، والحال أنت يا ربي، والله لك تولى معني يعني بعد الله حاضرين. الحمد لله رب العالمين، الأمور منتهية وقربان على الله، حتى حق الخبز والله لا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيعدلها وبصلحها وتبشر بكل خير يا أشرف، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخونا أشرف مصاب بضمور عضلي، فنسأل الله تبارك وتعالى بهالأيام الفضيلة إنه يشافيك وعافيك يا أشرف، وتؤمر تبشر بكل خير. حاضر، وهي الشباب يذكرني فيك بعد الحلقة إن شاء الله مشان نعجل لك بشيء، لعل الله تبارك وتعالى يعني يرحمنا جميعا برحمته، اللهم آمين، تؤمر أمر. يا مرحبا، معنا اتصال. ألو، 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 يعطيك العافية، يعطيك العافية. يا مرحبا، حياك الله. دكتور، كل عام وانت بخير. ألو،
الله يحييك ويسلمك وانت بخير ان شاء الله بالصحة والسلامة يا رب. لصوتك واضح كثير. تفضل يا حبيبي سامعك. ها دكتور؟ الو؟ انا سامعك تفضل. انا سامعك حبيبي تفضل كمل. اه بس طيب صوتك واضح كثير. انا باخذ معونه 80 دينار فقط لا غير، وقطع علينا الكهرباء من 11 الشهر. لو دفعنا 100 دفعنا 120 بيجيبوا لي اياها. اه دكتور؟ الو؟ طيب خلي تلفونك عندنا، اذا في اي مساعد ان شاء الله بحسب حسابك اخ مروان. نخ كمان اتصال، الله يرضى عليك ربنا. يا مرحبا، معنا اتصال كمان. الو، اي واحد يتبنى حاله، اذا حدا بيحب يتبنى اي حاله تظهر على الاذاعه بامكانه التواصل معنا على 06 56 56 145. 56 56 145. فاصل راجعين، حياكم الله جميعا. يا مرحبا. يا مرحبا، حياكم الله جميعا في اذاعه يقين وبرنامج همك همي بالتعاون مع شاشه عمان تي في، ومستمرين باستقبال اتصالات على 569 33 77. الله يحييكم جميعا. عاد انا متخيل الشباب اللي مروحين من الدوام هسه بالسيارات، ريقهم ناشف، متأملين على الله يعني يصرع البيت، بس بده يرمي جنبه ينام له شوي. الخوات اليوم مشغولات بالقطايف، مشغولات بالافطار، وعلى اليوم يعجب. يعني يعني انت بلشانه بافطار وعلى اليوم يعجب يا اخي، قول شكرا. يعني يا ريت والله والله يا اخوان انه الزوجه او الام بتتعب بالافطار، بتتعب باعداد الافطار، فابسطها الله يسلم ايديك، ابسطها الله يسلم ايديك. حلو يكون في ابتسامه، حلو يكون في شكرا، حلو يكون في هديه، حلو يكون فيها ضحكه، فيها شويه مديح، هذا كله بيزيل التعب عن الام او عن الزوج اللي طبخت. فالله يسلمهن ويقويهن يا رب، وخاصة ما يكون في عزايم. عاد احنا نسواننا ما شاء الله عليهم وقت العزايم ببدعن، وبصير يعني مش عزومة أكل وشرب وبس، لا بصير عبارة عن حفلة، والترتيب والسمبوسك والسلطة والتبول والشورب وقصة يعني بيعملوا. الله يسلم ايديهم يا رب، ربنا يأجرهم. ومن فطر صائما فله مثل أجره. فكل أم في البيت، كل زوجة في البيت بتفطر هاي الأمة اللي عندك، يعني إن شاء الله أجرهم كلهم إلك. لكن كمان بدنا الزوج أو الأب يقول الله يسلم إيديك. وبعدين مساعدة، كويس المساعدة، الرجال لازم يساعد، بيعمل قطايب، بيعمل صحن سلطة، بيساعد، بس ما تضلكش تعطي تعليمات كثير. على فكرة أنت تعليماتك تدوشنا، هاي المشكلة. لو ولو 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 بظل في البيت، فلا بدنا بدون تعليمات كثير تساعد. الله يفتح علينا وعليكم إن شاء الله. معنا اتصال. الو، السلام عليكم. الو، يعطيك العافية. السلام عليكم. يعطيك العافية دكتور. السلام ورحمة الله. الله يفتح عليك فتوى العارفين يا رب. يا مرحبا، حياك الله. ترفع صوتك شوي يا حبيبنا. طيب الصوت مش كثير. طيب احنا لهون اتينا لختام حلقة هذا اليوم من برنامج همك همي عبر شاشة عمان تي في، ومكملين عبر أثير إذاعة يقين. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.